وبعد كده الكابتن ابراهيم نور الدين المدير الفني للجنه الحكام دخل في احد البرامج مع الكابتن سيف زاهر وقال انه متضايق جدا من تصريحاتك وانه هيتم تحويلك للتحقيق او في عقوبه عليك، حاجه شبه كده يا كابتن جاد. والله بس انا كنت سمعت المداخله، يعني قعدت اضحك مش اكتر من كده. يا كريم، احنا في بلد كلها حريات وكل واحد بيقول رايه. ده رايي، رايي انا الشخصي ان عشان يحصل يعني تقدم في التحكيم المصري، عشان ما نوصلش اللي احنا وصلنا له دلوقتي بعد الاسبوع الاول، محتاجين تغيير شامل، ولازم نواجه اخطائنا ولازم نتكلم بمنتهى الوضوح. على فكره تكميم الافواه ده مش موجود، ان احنا يعني لازم نقول راينا ولازم نعترف ان عندنا اخطاء ولازم نصلحها ولازم ندور على الحلول. الحلول مش ان احنا نطلع في اعلام ونهاجم يمين ونهاجم شمال عشان نغطي على اخطائنا، ده مش موجود. كابتن ابراهيم نور الدين قال انه لو انت اعتذرت ممكن الموضوع يخلص. اعتذر عن ايه؟ عن رايي. انا رايي قلته بمنتهى الوضوح، يا جماعه محتاجين تغيير شامل في منظومه التحكيم المصري. ده رايي انا الشخصي، وانا يعني انا مصر عليه، لان فعلا محتاجين تغيير شامل. تغيير شامل للاحسن، للافضل، لشغل على الارض. مش محتاجين الثورة يا كريم ولا نطلع في اعلام. الاتحاد الافريقي لما بيعد لبطولاته بيعدها مقفول عليه، اشتغل وفي الاخر حكامه بتتكلم في المباريات، بتستنى نتائج. طيب الاتحاد الدولي لما يعد حكامه بيشتغل في معسكرات وتجمعات، وفي الاخر ما بتشوفش حاجه خالص، وفي الاخر بيقدم صوره تابلو محترم في التحكيم في الملعب، بتقدم نتائج. محتاجين نعمل ده في مصر. طيب كابتن جهاد، هل احنا محتاجين في اللحظه دي خبير تحكيم اجنبي؟ محتاجينه في التطوير. لا، هو مش رئيس لجنه، رئيس لجنه لازم يبقى مصري، لان التجربه اللي فاتت للرؤساء اللجان المصريين كان فعلا عندنا مشكله في الرؤساء الاجانب، عندنا مشكله ان رئيس لجنه الحكام اجنبي يجي موجود في مصر. ليه؟ لكن محتاجين خبير تحكيم اجنبي موجود في التطوير. معلش كابتن جهاد، معلش، ليه رئيس لجنه حكام اجنبي لا ليه؟ يعني ما معلش، انا فاهمه دلوقتي. انا هقول لك حاجه، بس هقول لك حاجه مش هينجح في المنظومه اللي ما يعرفهاش، مش عارف تفاصيلها. ايوه، ما انا كنت لسه عايز اقول لك الجزئيه دي. انا حاسس انه لما بنجيب برضو خبير تحكيم اجنبي ما بيبقاش الاساس مشكله عنده، على قد ما بحس انه ما حدش بيساعده. ده وارد على فكره، ده وارد وموجود، ده وارد جدا. بس في الاخر لو هو موجود، عملت ميكس بين رئيس لجنه حكام مصر وخبير تطوير اجنبي موجود معاه بيطور ويشتغل على الحكام ويشتغل تثقيف وحاجات تثقيفيه وتعليميه وتدريب في الملعب والقصه دي كلها، ممكن التجربه بالمنظر ده، الميكس ده، ده عايز ينجح وده عايز ينجح، فبالتالي كله هيزق بعض وكل المنظومه تبقى متكافئه مع بعض. عايز انجح الخبير الاجنبي مع رئيس لجنه الحكام المصري، وبالتالي ننجح مع بعض كلنا. واحده واحده، انا همشي معاك واحده واحده. دلوقتي جبنا راجل مسؤول عن التطوير، تطوير التحكيم المصري، خبير اجنبي، وفي رئيس لجنه حكام مصري. هل رئيس لجنة الحكام المصري هيقبل باللي هيقوله الراجل الخبير الاجنبي ده؟ ما هيجي يقول لك، ما هيجي انت جايب خبير اجنبي عشان معلش عشان يطور معاك. ما هيجي يقول لك، هيجي يقول لك وانا صغير، ما انا اللي اعرف اطور. لا 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 لا، ما هو كل واحد له اختصاصاته، ده فنيه وشغل مع الحكام، وده انت شغل اداري، والكلام ده كله على فكره هيتنسق ويتنسق بصوره محترمه. ده عايز ينجح وده عايز ينجح، في الاخر النجاح هيعم على الكل. بس فالموضوع سهل وبسيط، بس في الاخر لازم يا كريم نعترف ان احنا عايزين نغير. عايزين نطور بحق بجد، عايزين نغير. لما سالتني السؤال انا جاوبتك بمنتهى اللي جوايا، انت قلت لي جاوب بصراحه. انا اللي جوايا كده، اللي جوايا لازم تغير. لازم تغير للافضل. الافضل لصالح التحكيم المصري. لو تم استدعائك للتحقيق هتروح ولا لا؟ تحقيق في ايه؟ في تصريحاتك. انا رايي بقوله بمنتهى الوضوح، اقوله تاني يا كريم معاك. انا بطالب ان لما لو انا مسؤول هنغير المنظومه بالكامل، لان المنظومه بقى لنا 4 5 سنين عندنا مشاكل. فعايزين نحل. هنفضل في مشاكل طول الوقت ولا عايزين نبدا من نقطه انطلاقه محترمه بلجنه الحكام تختار بعنايه للكفاءات، بعيد عن المحسوبيات وبعيد عن العلاقات عشان ننجح. ممكن اسالك سؤال بصراحه؟ العلاقة بينك وبين الكابتن ابراهيم نور الدين علاقة جيدة ولا لا؟ خالص والله، دي علاقة ممتازة جدا. هو اتصل بيا في المعسكر اللي فات، احضر معانا وحاضر الحكام، قلت له والله حسب ظروفي، وفعلا ظروفي منعتني ان انا اروح، ما عنديش مشكلة معاه خالص، وانا حلو. في الاخر انا بخدم التحكيم المصري في اي وقت في اي مكان. وعلى فكرة مش بجري على حاجة، ولا عمري جريت ولا عمري هجري على حاجة. كابتن الكبير كابتن جهاد جريشة خبيرنا التحكيمي، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. طيب الكابتن ابراهيم نور الدين هنحاول نتواصل معاه برضه حق الرد في هذا الامر، زمايلي بيحاولوا يتواصلوا معاه بس يعني تعثروا في الوصول اليه، بس حق الرد دايما مكفول للكابتن ابراهيم نور الدين في اي لحظه.
أسرة التحكيم يا جماعة. دايما أنا أقول لك أسرة التحكيم في مصر أسرة مفككة جدا. أنا من ساعة ما وعيت على الكورة دي أسرة التحكيم. فيها مشاكل وفيها أزمات وما حد، معلش بقى أصل هما بيزعلوا مني من الكلام ده بصراحة. بس ما حدش بيشتغل مع، يقول لك لا أصل إحنا بنحب بعض ما بشوفش ده، أصل إحنا بنشتغل مع بعض ما بشوفش ده. وعادة يعني اللي بيبقى جوه المنظومة جوه، يعني جوه لجنة الحكام مش المنظومة، جوه لجنة الحكام ممكن يعني ممكن يحبوا بعض وغالبا ما بيحبوش بعض برضه. لكن اكيد الناس اللي بره والناس اللي جوه ما بيبقوش على وفاق. لا اللي جوه اللي هو المنظومه او جوه اللجنه بيعجبوا كلام اللي بره، ولا اللي بره بيعجبوا كلام اللي جوه. فتخيل الاسره المفككه دي اللي دايما في بينها خلافات يزعلوا قوي قوي لو الناس بره قالوا يا جماعه انتوا بتشتغلوا غلط. الناس بره دي اللي هو الجماهير الاعلاميين، اي حد يقول لهم انت بتشتغل غلط يقول لك يا عم بص عايزين يوقعونا. يا سيدي ده انتوا اصلا مش بتسندوا بعض، مش ساندين بعض، مش عايزين تصلحوا المنظومه بصراحه. يعني انا من اكتر الناس الداعمه دائما وابدا للحكم المصري، وضد اصلا فكره الاجانب في اي حاجه في منظومه الكوره. انا بحس دايما لما بنيجي نروح للاجانب مش بنروح عشان التطوير، احنا بنروح عشان نهرب من المساءلات والجماهير والادارات والحاجات دي كلها، مش عشان نطور، عشان خايفين بس نواجه. لكن انا مقتنع انه دايما عندنا كوادر ودايما عندنا مميزين، بس نحب بعض شويه.